لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس. الرئيس قيس سعيد يناعي المناضل الحقوقي خميس الشماري في ذمة الله، توفي اليوم الاثنين غرق يوم في 2024. السياسي الأسبق والمناضل خميس الشماري عن عمر يونس 81 سنة، وعرف الفقيد بالدفاع عن حقوق الإنسان والديمقراطية، وتقلد العديد من المناصب أهمها منصب سفير تونس لدى اليونسكو ومنصب كاتم عام الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، ثم نائب رئيس من 1981 إلى 1994، كما شغل سابقا منصب عضو مؤسس للمعهد العربي لحقوق الإنسان، حيث أرسل الرئيس التونسي قيس سعيد رسالة برقية إلى أسرته وتعزية له بعد وفاة المغفول له خميس الشماري، حيث كان رمزا من رموز التونسية، حيث كتب الرئيس قيس سعيد: نتقدم بخالص التعازي إلى أسرته. رمز مناضل من رموز تونس الكبراء خميس الشماري المناضل الحقوق المعروف، اللهم اغفر له وارحمه وعافيه واعف عنه واكرم نزراه ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقيه من الخطايا كما ينقى الثوب الابيض من الدنس، وابدله دار خير من داره واهل خير من اهله وزوج خير من زوجه، وادخله الجنه واعزه من عذاب القبر ومن عذاب النار. حيث طالب الرئيس التونسي قيس سعيد الشعب التونسي بالدعوات له بالرحمه والمغفره، وان يسكنه الله فسيح جنته، وأن يغفر له، إن الله وإنا إليه راجعون.